اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وترد بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيماناً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور يا شافي الصدور، كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم وما قصر عنه رأيي ولم تبلغه مسألتي ولم تبلغه نيتي من خير وعدته أحداً من خلقك أو خير أنت معطيه أحداً من عبادك فإني أرغب إليك فيه. طموح النبي ليس له حد. اللهم وما قصر عنه رأيي ولم تبلغه مسألتي، يعني ما سألتك إياه، ولم تبلغه نيتي من خير وعدت به أحداً من خلقك أو خير أنت معطيه أحداً من عبادك فإني أسألك وأرغب إليك فيه وأسألكه برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلماً لأوليائك وحرباً لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، اللهم هذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعل لي نوراً في قلبي ونوراً في قبري ونوراً بين يدي ونوراً من خلفي ونوراً عن يميني ونوراً عن شمالي ونوراً من فوقي ونوراً من تحتي ونوراً في سمعي، يعني لا أسمع إلا الحق، ونوراً في بصري لا أرى إلا الحق، ونوراً في شعري، ونوراً في بشري، ونوراً في لحمي، ونوراً في دمي، ونوراً في مخي، ونوراً في عظامي. اللهم أعظم لي نوراً، وأعطني نوراً، واجعل لي نوراً. سبحان من تعطف بالعز وقال به، يعني أقال به. سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. هل بعد هذه الفصاحة من فصاحة؟ هذا الدعاء، والدعاء مخ العبادة. يعني أتمنى أن يكون للمؤمن ساعة يناجي بها ربه، ناجه في الطريق وأنت تمشي وأنت في مركبتك وقبل أن تنام وبعد أن تستيقظ، مناجاة الله عز وجل شيء مسعد جداً. من الأدعية الشهيرة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أيها الإخوة، عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، كلام خطير، قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب الله وسنة رسوله. يعني الله عز وجل ما تعبدنا بأقوال العلماء، تعبدنا بكتابه وسنته. يعني أحياناً إنسان داعية يدرس كتاب، الكتاب رائع لكن لا يرقى إلى القرآن الكريم، في حق وفي تقصير أحياناً. أيها الناس، قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنة رسوله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما شاب تزوج في حداثة سنه، يعني كان زواجه مبكر، عج شيطانه يقول: يا ويله يا ويله، عصم مني دينه. وأنا الآن أرى مع هذا العصر الذي يعج بالفتن، والفتن يعني في أي مكان أينما التفت، تمسك جريدة فيها فتنة، الإنترنت فيه فتنة، الفضائية فيها فتنة، الطريق فيه فتنة، أي حركة وأي سكنة فيها فتنة. في هذا العصر أنا مع أنصاري الزواج المبكر. هذا الشاب الذي تزوج في حداثة عج شيطانه وقال: يا ويله يا ويله، عصم مني دينه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. ألا تقول في الفاتحة في اليوم عشرات المرات: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين على عبادتك بك؟ وفي بعض الأقوال: لا حول عن معصية الله إلا بالله، ولا قوة على طاعته إلا به. وهذا مقام النبوة: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليه وأكن من الجاهلين. لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بقوة الله. ونزل جبريل عليه السلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنها ستكون فتن. قال: فما المخرج منها يا جبريل؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، ونبأ ما هو كائن بعدكم، وفيه الحكم بينكم، وهو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الصراط المستقيم، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لا تلتبس به الأهواء، ولا تشبع منه العلماء، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به، من وليه من جبار فحكم بغير ما فيه قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن اتبعه هدي إلى صراط مستقيم. أيها الأخوة، ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. أخرجه البخاري. والحديث الأخير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم، إن هذا القرآن
هو حبل الله، واعتصموا بحبل الله الذي أمر به، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن اعتصم به ونجاة لمن تمسك به، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من رد. أتلوه فإن الله عز وجل يأجركم بكل حرف منه 10 حسنات. لم أقل لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عصم الله عبده، أي حماه من سوء قاربه. العصمة المنع، يعني منع شريراً أن يصل إليك، والحفظ حفظك من كل مكروه، يمنع عنك المعتدين ويحفظك من كل مكروه. الاعتصام بالكتاب والسنة، التمسك بهما، إقامة أمرهما. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء، الاعتصام نوعان: أن تعتصم بحبل الله وأن تعتصم بالله، بينهما فرق دقيق. أن تعتصم بحبل الله أن تهتدي بالقرآن، القرآن يدلك على سبل سلامتك وسبل سعادتك. الاعتصام بالقرآن اعتصام بالنور الإلهي، اعتصام بمنهج الله عز وجل، اهتداء بهديه، سير على طريقه. يعني الاعتصام بحبل الله اعتصام معرفي، أما الاعتصام بالله أن تستعين به فتغدو قوياً، أن تستعين به فتغدو حكيماً، أن تستعيذ به وأن تستعين به فترى عدوك صغيراً. الاعتصام بالله بقدرته، بتوفيقه، بتأييده، بنصره. الاعتصام بحبل الله اعتصام معرفي، أما الاعتصام بالله اعتصام بقوته، اعتصام بحكمته، اعتصام بحفظه. فالآيات متنوعة، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، وفي آيات كثيرة: واعتصموا بالله. الاعتصام بحبل الله أن تهتدي بهديه، أن تتحرك وفق منهجه، أن تستنير بنوره، أن تحقق ما أمرك به. اعتصام معرفي، الاعتصام بحبل الله اعتصام معرفي، أما الاعتصام بالله اعتصام بقوته ونصره وتأييده. أيها الإخوة، واعتصموا بحبل الله جميعاً، للسادة المفسرين آراء متباينة، منها الاعتصام بدين الله. هذا الدين جملة وتفصيلاً، بما في كتابه وبما في سنته. الاعتصام بحبل الله الاعتصام بدين الله، والاعتصام بحبل الله الاعتصام بالجماعة. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أن تعتصم بجماعة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طمأننا أنه لن تجتمع أمتي على ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده، بينما أمته معصومة بمجموعها. لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني للتوضيح، نشر كتاب ما في خطأ،
النصوص صحيحة، الأدلة قوية، وفق منهج الله، وفق سنة رسول الله، وفق مقاصد الشريعة، ينشر ويباع منه بالآلاف ولا أحد ينطق بكلمة. فإذا نشر كتاب في ضلالات تقوم الدنيا ولا تقعد. لذلك من حكمة الله عز وجل ومن فضله أنه عصم الأمة عن أن تجتمع على خطأ، هي معصومة بمجموعها لا بأفرادها، بينما النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده. لذلك واعتصموا بحبل الله جميعاً، اعتصموا بدين الله جملة وتفصيلاً، واعتصموا بجماعة المؤمنين. وهل تصدقون أن الجماعة قد تكون واحداً؟ الجماعة من كانت على حق، جمعاً غفيراً أو قلة قليلة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم. يعني بكل عصر في حق، قد يتسع، قد تتسع رقعته وقد يقل. فالجماعة لا تعني الكسرة، تعني من كان على الحق المبين. ولحكمة الله البالغة في كل مكان، في كل زمان، في كل جمع، في كل مؤسسة، في واحد مستقيم حجة على من حوله. بأسوأ الأماكن، بأسوأ الظروف، واحد مستقيم يقيم الحجة على من حوله. الظروف نفسها، يعني في بلاد عليها ضغوط لا يعلمها إلا الله، أحد هذه البلاد يقيم منهج الله. طيب هذا البلد الصغير الضعيف، لا في خمر، لا في مقهى، لا في انحراف، هذا البلد الضعيف حجة على من حوله. لذلك دائماً الحجة قائمة على العباد. بالمناسبة القصة القديمة لها وقع، أما أنا أرى أن القصة المعاصرة وقعها أشد. السبب: هذا الذي يعاصرك واقع تحت الظروف نفسها والإغراءات نفسها والعقبات نفسها والصوارف نفسها، واستقام على أمر الله. بل إن الأنبياء بشر تجري عليهم كل خصائص البشر، ولولا أنهم بشر وتجري عليهم كل خصائص البشر لما كانوا سادة البشر. النبي يغضب ويرضى ويشتهي ويحب ويتمنى لأنه بشر، ولأنه تجري عليه كل خصائص البشر، لذلك هو سيد البشر. فالقصة المعاصرة لها وقع كبير جداً، كيف استطاع هذا الإنسان أن ينجو من كل هذه الضغوط والإغراءات والصوارف والعقبات؟ إذاً هو حجة على من حوله. لا تتصور أن الله سبحانه وتعالى يكلفك ما لا تستطيع. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والاستطاعة لا تحددها أنت، الله يحددها. فإذا أمرك بغض البصر بإمكانك أن تغض البصر، فإذا توهمت أنك لا تستطيع غض البصر اعلم يقيناً أنك لا تريد أن تغض البصر. الذي تدعي أنك لا تستطيعه هو الذي لا تريده. أيها الإخوة، فالاعتصام بدين الله عامةً، والاعتصام بجماعة المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون لا يكذبون، المؤمنون لا يحتالون، المؤمنون لا يدلسون، المؤمنون لا يخونون، المؤمنون لا يخدعون.
في صفات للمؤمن الذي يميزه عن بقية الناس ليس العبادات ولكنها المعاملات، في مبادئ، في قيم تحكمه. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن، فلذلك الاعتصام بجماعة المؤمنين والاعتصام بعهد الله، هذا العهد الذي قطعته على نفسك في عالم الأزل، ألست بربكم؟ قالوا بلى. الاعتصام بعهد الله والاعتصام بالقرآن، لأن النبي وصفه بأنه حبل الله المتين، والاعتصام بأمر الله ونهيه. هذه المعاني التي قالها المفسرون في الاعتصام بحبل الله. أما الاعتصام بالله، أن تستعين بقوته، أن تستعين بجبروته، أن تستعين بعلمه، أن تستعين بتوفيقه، بحفظه. الآية الكريمة الأصل في هذا اللقاء الطيب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق التقوى أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تغفل عنه، وأن تشكره ولا تكفره. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعاً. وحبل الله كما تبين قبل قليل بدين الله، بجماعة المؤمنين، بعهد الله، بالقرآن، بالأمر والنهي. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الآن الآية الثانية بمنحى آخر: ومن يعتصم بالله. بحبل الله اعتصام بياني، اعتصام معرفي. ومن يعتصم بالله بقوته، بجبروته، بقدرته، بغناه، بعلمه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، الآية الثالثة: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لأنه المؤمن واضح والكافر واضح، الكافر رفض الدين، رفض الآخرة، آمن بالدنيا، واضح، ما بيضلك الكافر، قال لك أنا لست مؤمناً. هذا الذي تؤمن به لن تجعله قدوة لك، لن تهتدي بهديه. أما الخطير هو المنافق، تظنه مؤمناً وهو كافر. المنافق في بعض الآيات كافر لكنه ذكي جداً، في مجتمع المؤمنين من أجل مصالحه يعني تزيى بالزي الديني، طرح أفكار دينية كي تقبله، كي ينتفع بك. قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. تابوا وأصلحوا الخطأ السابق، واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً. أيها الإخوة، آية رابعة: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً. أيها الإخوة، هذه الآيات، أما الأحاديث، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس ليلاً حتى نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، فأخرج النبي الكريم رأسه من القبة وقال لحراسه: انصرفوا فقد عصمني الله. الحقيقة في رجل ألماني سبب إسلامه هذا الحديث، لو كان الذي يقوله للناس ليس قانعاً به
لا يمكن أن يصف حراسه ما دام إيمانه بالله عز وجل إيماناً في أعلى مستوى. الله قال له: والله يعصمك من الناس، هذه خصوصية. ذلك لأن اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو عدوان على الذات الإلهية، أرسله رسوله، لذلك الله عز وجل تولى حفظه، عصمه من الناس. يعني النبي يحارب، يكذب، أما لا يقتل. فإذا قتل النبي فقد انتهت رسالته ومهمته. بعد انتهاء المهمة اليهود قتلوا أنبياءه، أما ما دام في صلب الدعوة، ما دام في طور الدعوة، الله عز وجل عصمه من أن يقتل. والله يعصمك من الناس، فأطل على من حوله وقال لحراسه: انصرفوا، لقد عصمني الله. أخواننا الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وقد تعلمنا في الجامعة أن النص النبوي أفصح نص على الإطلاق بعد القرآن الكريم، النص النبوي. وقد قال عن نفسه: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. هي بيد أني من قريش أسلوب في البلاغة، اسمه تأكيد المدح بما يشبه الذم. بتقول واحد والله كريم إلا أنه شجاع، هي إلا أنه تتوهم أنه سيذم، أو فلان لئيم لكنه والحق يقال بخيل. ففي تأكيد الذم بما يشبه المدح، وتأكيد المدح بما يشبه الذم. وقد أخذ هذا النبي الكريم هذا الأسلوب، قال: أنا أفصح العرب إلا أنني من قريش، وقريش أفصح قبيلة.